كلمة هنا القاهرة دي لوحدها عندي بالدنيا. خليني الأول نقول أنه كل التمنيات بكل التوفيق بل والتفوق المذهل الذي لم يسبق له تفوقا لقناة القاهرة اللي فيها عدد كبير من الأصدقاء والزملاء وتحت قيادة صديقي أولا وزميلي أولا بشرطة أحمد الطهري. مبروك يا طهري، مبروك لكل أصحابي وزمايلي وأصدقائي اللي موجودين في قناة القاهرة وكل التوفيق. ويمكن كنت ببعت لطهري رسالة كده اللي هو بتمنى له فيها الخير، فقلت له وتطلعوا إلى أكوان أخرى مش بس إلى عنان السماء، حلقوا قدر ما استطعتم. خلونا ناخد معانا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام والخبير بفضائية القاهرة الإخبارية. أهلا بك يا أستاذ أشرف. أهلا أستاذ يوسف، مساء الخير لحضرتك. مساء النور، إزاي الصحة؟ تمام الحمد لله. يمكن هفكر معاك بصوت عالي، إحنا لم نعتاد كلمة خبير في قناة، إحنا كنا نسمع ده في القنوات الكبيرة CNN BBC مش عارف CBS الحاجات اللي زي كده. الأول اشرح لنا يعني إيه؟ فكرة الخبير في قناة وليدة إن شاء الله ستكون نجم في الإعلام المصري وفي الإعلام الإقليمي والدولي خلال الساعات القادمة، وأعتقد أنها ستكون رصيد بالغ الأهمية للإعلام المصري على المستوى الإقليمي وتكرس مجمل النجاحات المصرية في كثير من المسارات وأيضا المجالات سواء السياسية والاقتصادية، وستمثل بعمق ورؤية حجم الاشتباك السياسي والدبلوماسي للدولة المصرية وحضورها بقوة في الإقليم على مدار الـ8 سنوات الماضية. وبالتالي هذه القناة يراهن عليها الجميع في مصر وفي المنطقة أنها ستتمتع به كثير من الحضور، ستكون حاضنة الإعلام المصري والعربي بقوة من خلال الصراحة والشفافية والوضوح والعمق في الطرح والرؤية، ولديها كثير من الأفكار النيرة التي سوف تضاف لرصيد الإعلام المصري على مدار تاريخه وأيضا ما يتمتع به من عصرية على مدار السنوات الماضية وحتى تاريخ مصر في المنطقة في الإعلام على مدار 50 أو 70 عاما الماضية. بالتالي هذه القناة احتوت على كثير من العناصر والخبرات بالغة الأهمية، وأتاحت الفرصة أيضا أمام عناصر الشباب، واحتاجت مجموعة من الممارسين والخبراء الذين لديهم رصيد في الحضور الإعلامي والصحفي وأيضا مارسوا العمل الصحفي من خلال الإطلالات في الفضائيات العربية والدولية. من هنا وقع الاختيار على الزميل أحمد طهري لاختيار نخبة ومجموعة تتمتع بكثير من الحضور وأيضا تتمتع بالانطلاقة فيما يتعلق متابعة الأحداث والتطورات، وتلعب دورا كبيرا في إضافة رصيد بالغ الأهمية لهذه الفضائية الوليدة التي نهل بها الإعلام المصري ونهل بها مصر. أصبح لدينا منصة قوية في الإقليم تستطيع أن تعكس الأحداث الدولية والإقليمية وتلعب دورا كبيرا في نقل وتكريس مجمل النجاحات المصرية بكثير من الحرفية والاحتراف في المرحلة القادمة على مستوى سماع الإعلام الإقليمي، حتى أيضا تضيف كرصيد بالغ الأهمية لمسار الأحداث والتطورات في الإقليم، والتي مصر تعتبر جزء الرئيسي والركن الركين من هذه النجاحات في المرحلة القادمة، وتعكس أيضا توجهات وحجم ما سوف تمارسه الدبلوماسية الرئاسية وأيضا الدولة المصرية وحتى دول الإقليم بالتعاون مع الدول العربية لإمكانية تكريس مفهوم ما يعرف بالأمن القومي وأيضا تحقيق مسارات النجاح على أكثر من صعيد في مواجهة حملات التشويه وأيضا حملات التي كانت تسعى إلى نقل الصور السلبية عن دول المنطقة ودول الإقليم ومصر في المقام الأول. ده كلام رائع جدا. إحنا عندنا كم مكتب أو كم مراسل في أنحاء العالم يا أستاذ أشرف؟ أعتقد الزميل أحمد طارق قال إن في 30 مكتب و30 مراسل، وهذه أعتقد ربما تكون الفضائية الأولى أو الأكبر في الإقليم الذي لديه هذا العدد من المراسلين. أنا أعرف كثير من الفضائيات وأشارك حتى بشكل يومي في الإطلالة معها، تتمتع بهذا الكم من المشاركين في عواصم العالم المختلفة في العالم العربي في الشرق الأوسط وحتى على مستوى العواصم الكبرى في موسكو في نيويورك في واشنطن في كثير من في فرنسا كل دول الاتحاد الأوروبي، واعتقد ان هذه طفره كبيره ستلعب دورا كبيرا في توضيح الصوره بكثير من الولوج والحقائق امام نقل الصوره كامله امام المجتمع المصري والعربي والاقليمي بكثير كما قلت بالاحترافيه وبكثير من الحضور لتعميم كثير من الحقائق بعيد عن المغالطات والتشوهات التي لعبها بعض الاعلام الكريه او الذي سعى الى احداث نوع من الفتن في العالم العربي 3 سنوات العشرة بعد ما يعرف الثورات الربيع. إذن هي قناة للمشاهد المصري والمشاهد العربي والإقليمي أيضا. الإقليمي أي العربي ولا الإقليمي يعني كمان في القارة الإفريقية على سبيل المثال الذين يتابعون
ما ينطق بالعربية وما أيضا مراكز الأبحاث وما كل ما يتعلق به نقلا عن الإعلام العربي والمصري، لأنها ستمثل وجهة نظر حقيقية تعكس كثير من الآراء والمواقف فيما يتعلق بوجهات نظر مصر بقضاء الإقليم والعالم، وأيضا ما يتعلق بنقل الحقائق كاملة بشفافية ووضوح وصراحة كاملة يجلوها كثير من مسارات الوضوح في سماء الإعلام المصري والعربي في هذه المرحلة الضغطية. طيب ده معناه أن القناة مش بس ناطقة باللغة العربية؟ أعتقد حسب زملاء مسؤول عن القناة يبدو أن هناك أيضا كثير من الترجمات للغات الفرنسية والإنجليزية في المرحلة القادمة، وبعدها سيكون لغات أخرى في المرحلة القادمة. أنت تتحدث عن باكورة نجاح يضاف إلى نجاحات السابقة بكثير من الأدوات والآلية والاحتراف في هذه المرحلة الدقيقة من تطورات ما يشهده الإقليم وما يمر به العالم من أحداث وتحديات جيوسياسية وبشكل متلاحق بالغ الأهمية في هذه المرحلة في ضوء ما يحدث في العالم حاليا. وأعتقد الجميع يتابع ولديه رغبة في أن يكون هناك اطلاع على مواقف المصرية والدولية العربية والإقليمية، وبالتالي الدور المصري بما له من حضور وما له أيضا من مكانة واستعادة زمام الأمور في كثير من الملفات والقضايا باعتبارك طرف أساسي وجوهري ولاعب استراتيجي في المنطقة، لابد أن يكون لديك هذا الحضور في الإقليم في المرحلة القادمة لتعكس وجهة النظر المصرية وحجم التلاقي بين مصر والأشقاء فيما يتعلق بصيغة القرار للأمن الإقليمي لهذه المنطقة والأمن القومي العربي في المرحلة القادمة. كل التوفيق يا أستاذ أشرف، كل التوفيق لقناة القاهرة والعاملين بها. في النهاية هو الإعلام المصري، ودي انطلاقة جديدة لشيء أو لقناة جديدة في الإعلام العربي بشكل عام، بل والإعلام الإقليمي زي ما حضرتك وصفت. نتمنى كل التوفيق ليكم، وبإذن الله بإذن الله بإذن الله نشوف أقوى انطلاق وأقوى استمرارية واستدامة بإذن الله. كل الشكر للكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام والخبير بفضائية القاهرة الإخبارية.